تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله، وكذلك تشوفوا هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد غادي يكون عبارة على واحد الوصفة طبيعية للبشرة ديالنا، زوينة بزاف بزاف واقتصادية وسهلة، وكتكون فقط من جوج مكونات وعندها فوائد كثيرة على البشرة ديالنا، وكتعالج كذلك مشاكل كثيرة على البشرة. وكذلك لأول مرة غادي تكون في اليوتيوب هذه الوصفة هذه في القناة ديالي. خليكم معايا ومع الطريقة وكذلك مع المكونات والفوائد اللي كنستفدوا منها البشرة ديالنا. المكون هو هذا البرقوق الجاف، عندي هنايا ثلاثة الحبات ديال البرقوق. الفوائد ديال هذا البرقوق كثيره ومفيده بزاف بزاف للبشره ديالنا، فهو كيحارب لنا علامات ديال الشيخوخه، وكذلك كيعالج لنا حب الشباب، وكيحمي لنا البشره من اضرار اشعه الشمس، وكذلك كيعالج لنا البقع الداكنه اللي كتكون في الوجه ديالنا، وكيزيل لنا النمس من الوجه، وكذلك كيقوم بترطيب البشره ديالنا. هادو هما الفوائد ديال البرقوق الجاف. صراحه زوينه بزاف بزاف هاد الوصفه هذه، انا عن تجربه، يعني انا ديجا مجرباها وعطات واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. خليكم مع المكون هذا، زيت اللوز المر، عنده فوائد كثيره ومفيده على البشره ديالنا، فهو كيمنع ظهور الهالات السوداء، وكيعالج ازاله النمس والكلف، وكذلك يحافظ على الصحه البشره ديالنا لانه غني بالفيتامين او وبي، وكذلك كيأخر من ظهور علامات تقدم في السن، وكيحمي البشره ديالنا من الجفاف، وكيقوم بالترطيب ديالها. صراحه فيه فوائد زوينه بزاف بزاف. هادو هما جوج مكونات ان شاء الله اللي غادي نقدم بهم الوصفه ديالي. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي. هنايا هاد البرقوق حيدت له العديمات ديالو، وغادي يبقى عندي هي البرقوق بحال هكا. غادي نديرو في كاسرونه بحال هكا، وغادي نردو يطيب، ندير عليه نص كاس ديال الماء هكا، وغادي نردو ان شاء الله يطيب. ومن غادي يطيب باش غادي ان شاء الله غادي نطحنو. خليكم معايا. بعد ما خليتو 5 ديال الدقائق، ها هو دابا طاب. شوف اش كندير له بحال هكا كيتمعز، وليني انا غادي نزيد نطحنو ونكملو ان شاء الله. كما شفتو هو هذا البرقوق ديالنا بعد ما طحنتو، شوفوا كيفاش كيولي. دابا ان شاء الله غادي نزيد عليه جوج معلقات ديال زيت اللوز، هو هذا زيت اللوز المر، غادي ندير جوج معلقات، وديك الساعه ان شاء الله غادي نأضبطي الماسك ديالي على وجهي. ها المعلقه الاولى، والمعلقه الثانيه، نحركو هكا كنحاولو ندمجو مكونات. هاد الماسك هذا زوين بزاف بزاف، وكيعطي نتيجه فوريه. وكما قلت لكم اول مره غادي يكون في اليوتيوب في القناه ديالي. انتوما كما كتشوفوا هذا هو الماسك. دابا غادي نأضبطي على الوجه ديالي، اكيد بعد ما نقيت البشره ديالي مزيان الوجه ديالي كيكون نظيف، غادي نأضبطي الماسك على الوجه ديالي. Thank you.
بعد ما اضفت الماسك على وجهي كما شفتوا. هذا الماسك هذا كيدار مره في الاسبوع لمده ديال 10 ديال الدقائق، النتيجه ديالو زوينه بزاف بزاف، وان شاء الله ملي غادي نغسل وجهي غادي نرجع معكم باش تشوفوا النتيجه. خليكم معايا. بعد ما دازت 10 دقائق غسلت الوجه ديالي، هذه هي النتيجه كما كتشوفوا. ماسك زوين بزاف بزاف والنتائج ديالو مبهره، وكذلك سهل وكيتكون هي من جوج مكونات كما شفتوا. نتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، واللي عجبو لا فيديو ما ينساناش من لي لايك، وكذلك اللي اول مره كيشوف القناه يضغط على الجرس باش يوصلو ان شاء الله كل جديد. مازال كاينين لي ماسك اللي زوينين وفي المستوى ان شاء الله باذن الله. خليكم معايا مع فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.